أيها الأصدقاء المصريون الأعزاء، نحن طلاب سنة ثانية في قسم اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية بجامعة سكين. هذا الربيع، وكما أحدنا الأرض الطويلة على جانبي بحيرة جامعة سكين، والسنون يرفرف على جثثها، وأبقى التفاح الشرقي يفوح أمام مبنى اللغات الأجنبية. ولكن لا يمكننا العودة إلى حرمنا الجامعي الجميل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. لقد أمضينا الربيع في حالة من الذعر والمرض، وقد كنت أنتم من قدم لنا يد العون. كنا نراقب في قلق تفشي الوباء، وقد كنت أنتم من ساندنا في هذه الأزمة. لا ننسى أبدا أنه مبكرا وفي بداية فبراير تبرعت الحكومة المصرية بمستلزمات طبية قائمة للصين. لا ننسى أبدا أنه من أجل التعبير عن دعم الصين الصامدة لمواجهة الوباء أضيئت المعبد الفرعوني وقلعة صلاح الدين بالعلم الصيني الأحمر. رغم أننا لن نذهب إلى مصر بعد، لكننا تعلمنا من كتبنا الدراسية أن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة. في حرم جامعة بكين شهدنا هيبة أساتذة جامعة القاهرة، وشكلنا صداقة ثمينة مع أصدقاء مصريين في معسكر صيفي لثقافة الصينية. لقد أعطانا هذا الوباء فهما حقيقيا لما تعنيه العبارة تظهر معدن رجال في مواقف صعبة. بفضل العمل الشاق الذي قام به الخبراء الطبيين والجهود المشتركة لجميع الصينيين، تمت أخيرا السيطرة على الوباء في الصين بشكل فعال في الآونة الأخيرة. ومع ذلك من المؤسف أن معظم دول العالم لا يزال الوباء فيها قائما، بما في ذلك مصر. كطالب جامعي ربما لن أتمكن من تقديم الكثير من المساعدات المادية والمتخصصة للأصدقاء البعيدين في مصر، ولكننا نؤمن إيمانا راسخا بأنه من خلال التعاون والجهود المشتركة بين وزارتي الصحة والخبراء الطبيبين في الصين ومصر وبالعمل معا يمكننا وقف انتشار الفيروس. نؤمن إيمانا راسخا بأنه بعد مشقة وعناء مكافحة الوباء جنبا إلى جنب تتم شجرة الصداقة الصينية المصرية سامقة وقوية. على الرغم أننا نبعد بعضنا بعض الآلاف الأميال، إن قلوبنا وأمنياتنا في هذا الوقت قريبة جدا. من هنا نرسل لكم أطيب التمنيات وأصدق الدعوات. نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وبسلام وسعادة. نأمل أن تعود الحياة الطبيعية إلى الصين ومصر والعالم في أقرب وقت ممكن. ونأمل أيضا أن نتمكن من القدوم إلى أرض الكنانة في المستقبل القريب، ونشرب من مياه نهر النيل. إذ أننا نعرف من يشرب من النيل يعود إليه. ونتجمع مع الأصدقاء في مصر أمام قبة جامعة القاهرة لنستعيد ذكريات وقتنا الجميل الذي أمضيناه في جامعة بكين. مصر أقوى من فيروس. مصر ستنتصر على الفيروس. خليك في البيت. شدي حيلك يا مصر. 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 شدي حيلك يا مصر.